استمرار النزاعات العشائرية في جنوب العراق يشكل واحداً من أهم التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، فضلاً عن إضرارها بالسلم والأمن المجتمعي. محافظة ذي قار واحدة من المحافظات التي شهدت مؤخراً العديد من تلك النزاعات، إذ أكدت القيادات الأمنية فيها أنها تتعامل بحزم مع تلك المظاهر. دور القوات الأمنية دور قوي وإجراءات قوية، لا نسمح بأي مظهر مسلح مهما كان طرفي النزاع. القوات الأمنية أخذت دورها وبشكل حازم تم القبض على كافة أطراف النزاعات التي والمشاجرات المسلحة تحدثت في المحافظة ومصادرة الأسلحة بكميات كبيرة جدا، ومستمرين في هذا الجهد إن شاء الله. وجهاء وشيوخ عشائر في ذي قار دعوا إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والاحتكام إلى القانون في حال اندلاع نزاع عشائري، وعدم الاستعانة بالسلاح لحل الخلافات الاجتماعية. الناشد إخواننا السادة والشيوخ عشائرنا الكريمة أنه جهد الإمكان أنه يحصلون السلاح بيد الدولة، يسيطرون على السلاح اللي بعشائرهم، لأنه بسبب هذا الانفلات السلاح والسلاح المنفلت قاعد تروح من عندنا أرواح، يعني بدون أي سبب. تزايد النزاعات العشائرية في العراق يمثل نوعاً من الاستقواء على الدولة وقوانينها وفق مراقبين، لا سيما مع إقحام العشائر في المعترك السياسي والانتخابي، الأمر الذي جعل الدولة في موقف الضعف إزاء تعاظم دور العشيرة. بعد مرور الأيام وعملية تسييس العشائر تحت يهبطات الديمقراطية والانتخابات، هذا التسييس هو الذي أدى إلى أن تعكس العشائر يوم بعد يوم صورة سلبية لواقعها الذي هو في الحقيقة واقع إيجابي، والدولة عاجزة تحاول أن تكون وسيط، وهذا مقتل الدول أنه تحاول أن تكون وسيط بين مكوناتها. الدولة يجب لديها قانون صارم عادل. وشهدت محافظة ذي قار في الآونة الأخيرة مقتل 6 مواطنين جراء اندلاع نزاع عشائري شرقي المحافظة. وتشكل النزاعات العشائرية التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية في جنوب العراق، لا سيما عند استخدام المتورطين فيها للأسلحة الخفيفة والمتوسطة. علي العتابي، الحرة، ذي قار. فخلينا نوضح الدقة، ماذا تعني الدقة وماذا تعني العطوة؟ العطوة العشائرية مثلا يصير بين شباب، يصير عركة ويصير ضارب ومضروب، فالعشيرة أهل الولد اللي ضارب تأخذ عطوة من المضروب، فبعدين أثناء العطوة ما يصير تفاهم، يعني مثلا ما أخذ عطوة 10 أيام وورا العطوة يحول عليه، من تخلص 10 أيام ما يحول عليه، هذا سبب الدقة العشائرية اللي تجي ذيش العشيرة تدق هاي العشيرة، تعتبر دقة يرمي على البيت أو يرمي على الكذا أو يرمي بالباب. فقبل قبل الدقة العشائرية يجي اللي يطلب يضرب له طلقة بالباب بالباب، بعيدة عن العيال وبعيدة عن هذا، يضرب له طلقة بالباب، العشيرة المقابلها تتحذر، يقول يابا هاي العشيرة ليش دقتني، إذا إحنا عايلين. هسه بعد مو مثل هذه، هسه شباب بكيسيات وسلاح تدري من فلت وسلاح كله حديث، فهاي الدقة العشائرية أستاذنا العزيز. وهذه الدقة والعطوة تأتي بموافقة العشيرة، تجي بموافقة من شيخ العشيرة؟ اي نعم، تاخذ موافقه من شيخ عشيرتهم مثلا المسؤول عنهم، يقول له يابا احنا اخذ لنا عطوه، يدزون طرف ثالث عشيره ثالثه اللي هي تتوسط بالعطوه. يعني تصير بعد الطرفين يراجعون هاي العشيره الثالثه اللي هي توسطت بالعطوه. والدقه ايضا بموافقه شيخ العشيره تم؟ الدقة موافقه شيخ العشيره مال ذيك العشيره اللي عالوا عليهم مثل ما يقول. نعم. من ضمن الأسباب النزاعات العشائرية الأخرى هي أسباب اقتصادية، لا تنسى أن التقسيم على الأراضي الزراعية الكبيرة التي تقدر بآلاف الدوانم بين العشائر الموجودة في المناطق النائية، هذا الأمر أيضا ينعكس على العشائر سلبا في بعض الأحيان، ما ينتج عنه مشاكل، وبالتالي تتطور هذه المشكلة إلى نزاعات عشائرية وبسلاح مختلف. أيضا هناك أسباب
أسباب أخرى من ضمن هذه الأسباب أسباب بيئية، فالجفاف الذي يمر على العراق وعلى المناطق النائية وخصوصا الزراعية وعدم التزام العشائر بالخطة الزراعية وعدم وصول المياه عبر الجداول والأنهر لشرق المحافظة بالصورة الصحيحة وبصورة كافية يخلق أيضا حالة فوضوية وعدم التزام بالخطة الزراعية من قبل بعض العشائر، وبالتالي أيضا تحدث هذه المشاكل والتراكمات، وبالتالي هناك حلول كبيرة تقع منها على عاتق الأجهزة الأمنية ومنها على عاتق الأجهزة الخدمية، وبالتالي أيضا الحكومة المركزية لها دور بارز في هذا الموضوع. أضيف إلى أن القوى الأمنية في ذي قار متمثلة بقيادة العمليات وقيادة الشرطة والمحافظة أيضا وباقي الأجهزة الأمنية كان لها دور كبير وبارز في حفظ النظام في المنطقة في ذي قار تحديدا وحفظ الأمان في غالبية النزاعات العشائرية، وبالتالي هناك مشاكل حدثت، مشاكل كثيرة ونزاعات عشائرية كثيرة كانت للقوى الأمنية سلطتها من خلال إلقاء القبض على كل الأطراف المتنازعة ومصادرة الأسلحة التي تم النزاع من خلالها وإلقاء القبض على جميع الأفراد. بالتالي كان هو هذا الموضوع أيضا ناتج مهم من خلال ما أبرزته القوى الأمنية في ذي قار في السيطرة على غالبية النزاعات العشائرية.